أخلت النيابة العامة في الكويت اليوم السبت سبيل النائبين سعدون حماد وصلاح خرشيد بعد التحقيق معهم بتهمة تورطهم مع النائب البنغالي والمحتجز في الكويت بتهمة تجارة الإقامات وغسيل الأموال ودفع الرشاوى. وبحسب صحيفة الرأي الكويتية فقد تم إخلاء سبيل النائبين بعد انتهاء التحقيق بكفالة مالية بقيمة 10,000 دينار لكل منهما، وذلك عقب ورود أسمائهم بتحقيقات قضية النائب البنغالي الشائكة المتهم بها ضباط وشخصيات بارزة.